نحن وأنتم كما تعلمون نحن بسنة جديدة، ألا وهي 1444 عام هجري جديد. نسأل الله تعالى أن يحفظ البلاد والعبادة في كل آن وفي كل عام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا أكيد منطلقنا أو انطلاقنا أو الآيات التي تتحدث عن صون الدماء وعن الابتعاد عن الفتنة هي آيات عديدة، بل حذرت السنة النبوية الشريفة المتمثلة بالنبي صلى الله عليه وآله أنه نستحضر موقف من مواقف رسول الله صلى الله عليه وآله. ذات يوم وهو جالس أمام الكعبة المشرفة ورأى المعتمرين يتدافعون فيما بينهم، كان الموسم موسم عمرة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله يرفع صوته قائلا: أيها الناس، إن حرمة المسلم عند الله هي أعظم من حرمة هذه الكعبة. لاحظ أستاذ، يعني لم يكن هناك اقتتال، ولم يكن هناك احتراب، ولم يكن هناك سفك للدماء، وإنما تدافع، وربما هذا التدافع غير مقصود. فقال صلى الله عليه وآله: احذروا ذلك، لأن حرمة المسلم عند الله هي أعظم من حرمة هذه الكعبة المشرفة. أما سفك الدماء سلمكم الله، وهدر الدماء لزوال الدنيا على الأهون عند الله من سفك قطرة دم مؤمن، كما حذرت الآية الكريمة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخره. فنحن بصدد هذه الانتقالة وهذه المناسبة، هجرة النبي صلى الله عليه وآله هي تدعوك أن تهجر كل رديء، أن تهجر كل حرام، أن تهجر كل مكروه، أن تهجر التفرقة، أن تهجر هذه الأمور التي تفتك بالإنسانية، تفتك بالأمة الإسلامية. فهذه المحطة العبادية والذكرى، ونحن مقبلين حقيقة على أيام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذه المدرسة العاشورائية المتمثلة بسيد الشهداء، بسيد الإصلاح، بسيد المقاومة، الإمام الحسين عليه السلام، يجب أن نذعن وأن نستمع وأن نأخذ العبرة والاعتبار من هذه الدروس التاريخية التي رسمها لنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نعم، أنتقل إليك شيخ محمد طه. يعني لو حدثنا الشيخ محمد عن أبرز القيم التي أفرزتها حادثة الهجرة النبوية، والتي يمكن التأسي بها والاستشهاد بها في الموقف الصعب الحالي. لا يخفى، جزاك الله خير، أن دروس الهجرة دروس عظيمة كثيرة. أعلى من أبرزها هو تركه عليه الصلاة والسلام لقومه ولبلده التي تربى بها، حتى أنه خاطبها: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، وإنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فأن يفارق الأهل والأوطان لأجل قضيته ولأجل إحقاق دين الله عز وجل، هذا مما يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أنها من أسمى الغايات، وأفضل ما يحدو ويقصده كل من اتبع هذا النبي الأمي. بالتالي أن تهجر البلد والأوطان لأجل القضية، فقضيته أسمى كانت من قضية بلد ترعرع فيه. وكذلك هاجر الصحابة الكرام بإقامة العدل لينشروا هذا الإسلام. نتذكر من الهجرة أن اليوم ما نتمتع به من الإيمان، وما نستمتع به من الإسلام، وما نتحلى به من العبادات وإقامة الشرائع والعدل، إنما كانت جاءتنا عن طريق التضحيات التي قدمها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن معه، حينئذ كان لهم الفضل. لنعلم أنه ودرب الصاعدين كما علمتم به الأشواك تكثر للورود. وعليه الصلاة والسلام لما أوصل لنا هذا الدين لم يصل لنا عن طبق من ذهب، لا، إنما كان بتضحيات ترك فيها الغالي والنفيس، بذلت فيها المهج، أجرت فيها الأوطان، حتى استقر لنا هذا الدين. وبالتالي كل من أراد أن يسير على منهاجه وأن يحذو حذوه وأن يصلح أمر هذه الأمة، لا بد أن يعلم أن دون ذلك خرط القتاد، لا بد أن يعلم أن دونه بذل المهج وتعب الأجساد وإتلاف الوقت والمال حتى يصل إلى هذه الغاية. الهجرة ليست هجرة من مكان إلى مكان عن طريق النزهة أو لوجود مكان أرفه، لا، إنما كان بعد ذلك هو ترك ما يحب الإنسان إلى ما يحبه الله. الهجرة أيضا تذكرنا أن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لأن الإنسان يسير في هذه الحياة لا بد أن يعرف أن كل عمل يقبل عليه ويقدمه ما هو محله من رضا الله عز وجل. فلما كان الله معهم
كان معه ذلك الحارس الذي لا ينام، الفئة التي لا تهزم، الجيش الذي لا يهزم، كان معه الله، كان ذلك هو أنسه الذي يذكرنا كل لحظة أن أعمالنا إنما هي ننظر إليها بمحل نظر الله عز وجل رضوانا أو سخطا، فإن كان من رضوانه أقبلنا وإن كان من سخطه تركنا. الهجرة أيضا تعلمنا إقامة الدولة على ميزان العدل، لما أنزل الله الرسل أنزل معهم الحديد وأنزل معهم الميزان يقوم الناس بالعدل، فأقام النبي عليه الصلاة والسلام دولة الإسلام بالمدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، أقام بناء المساجد ما يعرف بالمؤسسات التي دينية التي تدعو إلى الحكمة، أقام التآلف بين المسلمين. هذا اليوم نتذكر الهجرة، كلما تذكرناها تذكرنا كيف وآخى وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. هذه الألفة التي دعانا الله لأن نشرع فيها، مهما بلغنا من القوة وكان لنا من السطوة والسياسة والحكمة، أن نؤلف القلوب المختلفة، أن نوحد الجهود المتنافرة، لأن الفرقة عذاب. اليوم كل فرقة نشاهدها في أرضنا بين المكونات أو بين السياسيين أو بين الفرقاء أثرها مدمر على هذا البلد، مدمر على راحته وأنسه، متلف لراحته. اليوم نتذكر الهجرة، نتذكر كيف يمكن لحكمائنا، لصلحائنا، لقادتنا، ولنا أيضا هذا نحن مدعوون أيضا أن نسارع في ألفة القلوب ووحدة الصف.